اليوم حنا كنتواجدوا في مراكش بمسيره محليه ردا على الوزارتين وسياستهما لنهجهم سياسه الاذان الصماء. فاذا بنا كنقربوا ندخلوا من شهر العاشر ديالنا من المقاطعه المفتوحه على تدريب استشفائيه وعلى الامتحانات وعلى الدروس النظريه بدون تحقيق مطالب وبدون حوار جاد وحوار بناء. احنا كنطالبوا من الوزارتين الوصيتين انهم يجلسوا معنا على باب الحوار، يفتحوا معنا باب الحوار وجلسوا معنا على طاوله الحوار باش نحاولوا نلقاو حل ونقضوا ما يمكن ان ينقذ من السنه الدراسيه. فراه الطلبه ما باغينش سنه بيضاء، الطلبه باغين يدوزوا الامتحانات، ولكن مع تحقيق المطالب مع عوده الممثلين ومع ازاله الاسفار اللي عطاوهم لنا في الامتحانات الفارطه. كما كتشوفوا حنايا اليوم خرجنا ثاني للشوارع طلبه الطب والصيدله بمراكش باش نحاولوا نوصلوا صوتنا في المحاوله لانيام في هذه السنه هذه بعد ما دوزنا 9 أشهر من الاضراب عن التدريب الاستشفائيه وعن امتحانات المبرمجه بعد ما تمت المقاطعه باكثر من 90% لخمسه دورات من الامتحانات. احنا اليوم ثاني خرجنا للشارع باش نوصلوا صوتنا للمواطن المغربي وباش نوصلوا صوتنا للوزارتين الوصيتين باش نلقاو الحل ونتمكنوا اننا نقضوا ما يمكن انقاذه من السنه الدراسيه التي هدرت بلا ما ندوزوا حتى امتحان بلا ما نمشيو للسيرفيس ديالنا. وخصنا نعرفوا بلي المطالب ديالنا كطلبة طب وصيدلة مطالب بسيطة ومشروعة، أهمها الرفض تقليص عدد السنوات من 7 إلى 6 سنوات، والمطالبة ديالنا بأننا يكون عندنا يعني تكوين قابل كيسمح لنا أننا نعالجوا مواطن الغد. والرسالة ديالنا هي أن الحل ما غاديش يتلقى ببرمجة الامتحانات، الحل ما غاديش يتلقى يعني المجالس التأديبية والعقوبات، الحل غادي يتلقى بالجلوس على طاولة الحوار. والبلاصه ديالنا ماشي في الشوارع كنناضلوا وكنغوتوا على حقوقنا، البلاصه ديالنا في المدرجات ديالنا وفي المستشفيات اون تران دو سي فورمي باش نكونوا طبيب وصيدلي الغد.